لسه مع حضراتكم في رشيد. احنا في واحد من اقدم المناطق او الاحياء بتاعه رشيد اللي كانت اظن فيما سبق واحده من اغلى واثرى الاحياء ويعيش فيها اغنى اغنياء المدينه. وهنا بقى نستفهم ونتاكد من المعلومه بدل ما نكون عمال بقول اي كلام فارغ. استاذ ناصر مرسي كبير مفتشي الاثار برشيد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. المكان هنا زي ما انا كنت بقول واضح من المباني والبيوت القديمه انه ده كان واحد من اغنى الاحياء اللي في رشيد. تمام، صحيح صحيح. ده بيت مين بقى عشان ده حدوته؟ طبعا احنا اهلا بكم الاول في مدينة رشيد، واهلا بمشاهدي القناة الاولى في بلدكم الثانية رشيد. رشيد تعد من ثاني الاماكن في اعلى مستوى الجمهورية في تعداد الاثار الاسلامية بعد القاهرة الفاطمية. عظيم. فالقاهرة الفاطمية ثم رشيد ثم فوة ثم الاقصر في ترتيب تعداد الاثار الاسلامية. رشيد تمتاز بالموقع الاستراتيجي المتميز، حيث تقع غرب فرع النيل بالتقاء البحر المتوسط مع النيل. ده موقع مدينة رشيد. رشيد بها 22 منزل أثري، وبها 13 مسجد، وبها قلعة قايتباي، وبها طاحونة أبو شاهين، وبها حمام عزوز. فالمدينة سريعة بالأثار الإسلامية. طيب قبل ما أخش على بيت الميزوني أسأل بقى فضل. أهم حاجة بقى لكبير مفتشي الأثار، إحنا واخدين بالنا من كل الأثار دي، ال 22 منزل، ال 13 مسجد، الطحونة، يعني كل الكلام ده واخدين بالنا منه، فيش تعديات، فيش تلفيات؟ بالنسبة للتعديات، هي الأثار كلها في حوزة منطقة أثار رشيد. عظيم. تحت رعاية السيد مدير المنطقة الأستاذ محمد تهاني. كويس. أبو العنين. بعض التعديات لما جت الثورة، في بعض التعديات هنا في مدينة رشيد، حوالي تقريبا في المدينة نفسها حوالي 7 تعديات. أما في طلب النظر في مجموعة كبيرة جدا من التعديات، وقمنا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها. يعني أنا يهمني مثلا محدش يروح جاي باني بيت لازق الحيطان بتاعته وجدرانه في بيت مثلا زي هنا الميزوني أو جلال. تمام. إنه محدش ألاقيه مثلا معلق بضاعة على بيت، إنه محدش ألاقيه بيعمل بوابة حديد ويضرب خوابير حديد في البيت. يعني ده أكتر حاجة تهمنا بحيث إن احنا نحافظ على المكان ونحافظ على الشكل الخارجي بتاعه، ومن جوه أكيد أكيد برضو نبقى محافظين عليه. تمام تمام. احنا بالنسبة للتعديات اللي هي في مدينة رشيد عبارة عن ارتفاع المباني عن الأثر، وده بعد ثورة بعد 2011 بعد 2011 اللي هي ارتفاع المباني عن بانوراما كله رفع أدوار بقى. تمام. وكل دور اتخذنا ضد حياله الإجراءات القانونية واستخرجنا له قرارات إزالة. ماشي. بالنسبة للتنفيذ ماشي. طيب نرجع بقى على حدوتة بيت الميزوني، مش ده البيت اللي هو كتب عليه علي الجارم غادة رشيد؟ تمام. وزبيدة ومينوب. تمام. تمام. لا احكي لي الحدوتة بقى، ما تسميش كده. دي حدوتة شيقة، حدوتة تاريخية أثرية حضارية. ماشي. ان البيت ده يقع في شارع اللي احنا فيه حاليا ده اسمه شارع نور الدين. نور الدين. شارع نور الدين. البيت بيت عبد الرحمن السيد عبد الرحمن البواب، انشأه سيد عبد الرحمن البواب سنة 1153 هجري. هجري. 1740 ميلادي. وبنى البيت ده وكان يقيم فيه. وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر 1798، جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر، وصلت رشيد هنا في 1790. 1799 بعدها 99 بسنة. 99 بعدها بسنة. فالقائد الحملة أعجب بسيدة زبيدة محمد عبد الرحمن البواب وطلب إن هو يتزوج. كان وقتها الجنرال فرانسوا. تمام. ده كان القائد الثالث للحملة الفرنسية فرانسوا مينو. فكان من شروط الزواج دي كانت الحماية ضد هذه الحملة، ب
بس حماية متخفية أو حماية في نطاق سلمي. إزاي هو الراجل لما عرض الجواز فجدها وافق بالجواز بس بشرط. إيه هو الشرط؟ لابد وأن يشهر إسلامه، ده أول نقطة. ده أول شرط. أول طبيعي. شرط لابد وأن يشهر طبيعي. إسلامه. وبالفعل أشهر إسلامه وسمى نفسه عبد الله. يبقى كده بدأنا في طريق السلم. أشهر. عليها إحنا بقى. ثم تزوج السيدة زبيدة محمد عبد الرحمن البواب، وجدها اللي هو عبد الرحمن البواب أهداهم هذا المنزل. هذا المنزل وأقاموا فيه الزواج. فغادت رشيد زبيدة هي وفرانسوا مينو عاشوا في البيت. عاشوا في البيت ده، هي اتجوزت وعاشت في البيت ده وأنجبوا طفل يسمى سليمان. ودي كانت هذا الزواج كان من أسباب فشل الحملة الفرنسية على رشيد. من ضمن أسباب هو انشغل بالزواج وبأسرة وبيت وبكيان ووطن، فأهمل فيه الشؤون العسكرية بالنسبة للحملة الفرنسية. فقعد فترة ثم مكس فترة في رشيد. ثم رشيد برضو ما بلعوش الزيجة دي يعني. طبعا طبعا في حركة مقاومة كبيرة طبعا جدا. طبعا طبعا المقاومة وكان الشعبية وكان بيقودها قريب زبيدة جوار عسال. دي كانت المقاومة الشعبية. لكن دي من ضمن فشل الحملة الفرنسية كان هذا الزواج، لأن هو انشغل بالزواج أكتر من القيادة العسكرية. الراجل فوتن بجمال زبيدة تمام. وانشغل تمام. والمقاومة الحمد لله شغالة تمام. فجابوهم الأرض تمام. طب كويس، ده ساتر ربنا يستاهل يعني. ده من أسباب فشل الحملة الفرنسية. البيت بيتكون من أربع أدوار. الدور الأرضي عبارة عن مجموعة من الحواصل، لأن عبد الرحمن البواب كان من أسرياء من أسرياء تجار رشيد. الدور الأرضي كان عبارة عن مجموعة من الحواصل، فكان يخزن فيها الحبوب والمواد التجارية، المواد الحاجات اللي بيشتغل فيها. الدور الأول العلوي على نمط البيوت في مدينة القاهرة. الدور الأول بيكون السلاملك، وده خاص بالرجال. والدور الذي يعلوه بيسمى الحراملك، وهو خاص بالسيدات. البيت احنا قلنا الدور الأرضي الحواصل، ويليها سبيل. السبيل ده هو فكرة للسقاية. السقاية كل دير العامة في الوقت الحالي. طبعا. كل دير العامة في الشوارع في الوقت الحالي. صحيح. طيب في الوقت ده ما كانش فيه مياه في مدينة رشيد. طيب المياه كانت بتجيله منين؟ بير بقى. عبارة عن سهريج أرضي، وهي فكرة السبيل. سهريج أرضي، وكان موصل بميازيب إلى نهر النيل. وكانت الخزانات ديت بالسهريج أو الخزانات بتمتلأ مرتين في العام أثناء الفيضان. طب إذا انتهت المياه أو انفضت المياه دون وجود ميعاد للفيضان، في اللي كان بيتم هنا حارة، كان في ناس قائمين على السقاية، وكان يطلق عليهم السقايين. ويعيشون في حي يسمى حي السقاية. دول كانوا بيجيبوا المياه من النيل عن طريق دماء ويملوا بها هذه السهري. فيه أيضا حوض يسمى حوض الدواء. حوض الدواب ده لجميع الحيوانات، اللي هو الفتحة اللي تحت، الفتحة دي لجميع الحيوانات والحيوانات تشرب. اللي تشرب منه اللي هم مع التجار أو المرة في الشارع، أو الحيوانات مع أعزكم الله زي الكلاب والقطط وما إلى ذلك. سواب. سواب ده بالنسبة للسبيل. طبعا الحرفي أو المعني في الفترة ديت حب يستغل زينة زخرفية في البيت، هي عبارة عن البلاطات الخزفية، وهي دي حاجة فريدة، دي حاجة فريدة بالنسبة للآثار في رشيد. انك برضه مظاهر الثراء والعز كده. تمام. فجاب البلاطات الخزفية ومزج بينها عشان يعطينا شكل جمالي مميز، شغل أندلسي. تمام. توجد اللوحة التأسيسية أنشأ هذا البيت صاحب الحسنات والخيرات عبد الرحمن البواب، اللي هو جد زبيدة البواب. الدور الأول علوي اللي هو السلاملك، وده كان خاص بالقائد الحملة، كان المكان بتاعه. الدور الذي يعلوه هو دور الحراملك، ودي كان فيها الوصيفات الذين هم مع الزوجة في هذا المكان.
الوصفات والاكل والمعيشه والكلام ده كله آه. كان في الدور ستات البيت كلهم هناك يبقوا في الحرم الاكبر آه. 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 في الدور اللي هو الرابع وده الدور يطلق عليه الدور الصيفي هو الدور الصيفي في الصيف كان بيطلع وبيستجموا في المكان ده في الدور ده يدخل الهواء في الصيف طيارات تمام الطيارات الهوائية اللي كانت بتدخل في المكان ده أحسن من التكييف في الوقت ما كانش حواليها البيوت لا سنة احنا طيبين وفي الشتاء كان ملتقى في الشتاء نظرا لإرساء أشعة الشمس من خلال يدخل برضو من الفتحات بتاعة الشبابيك تدفي البيت ففي الصيف كانوا بيستجموا فيه وفي الشتاء كانوا بيستجموا فيه في الدور الرابع رائع 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 أنا عايز أشكرك جدا 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 يا أستاذ ناصر أنا اتشرفت بيك أولا شكرا لحضرتك ومبسوط جدا على هذا السرد الممتع لواحد من أهم معالم رشيد وجزء مهم جدا من عمارتنا الإسلامية وأي حد هياخد باله ويجي ينزل زي حالتنا كده ويتفرج وإحنا صورنا لكم كل ده هتلاقي تقريبا كل البيوت مبنية تقريبا بنفس الطراز الأحجار والطوب والخشب والأسرمل والتكحيل بالجير اللي في النص يعني حاجة كلها تقريبا واحدة تمام ويمكن دي من ضمن المميزات بتاعة المدينة العظيمة عمارة رشيد كلها واحدة بالنسبة للتصميم وبالنسبة للأشكال اللي هي لها شكل وطابع واضح جدا الطوب المنجور والكحلة الكحلة الجير وأهم ما يميز البيت أو بيوت عمارة رشيد أن جميع البيوت أسقفها من الخشب جميل. طب والخشب ده بقى سؤال ده يعني قبل ما أنا هنختم الخشب ده كان خشب زراعة محلية ولا كان يستورد من الخارج لا ده كان يجي من الهند ويجي من تمام الخشب ده كان بيستورد من في عصر الدولة العثمانية يعني هو من حاجات تيجي من أوروبا البلوط خشب الصمت والبلوط وكلام من ده اللي هو غير الخشب المحلي طبعا لأنه ده اللي هيستحمل يعني تمام أشكرك جدا وهشوفك على خير قريبا إن شاء الله ألف شكر ليك شكرا لحضرتك شرفت كل شكرا. الشكر شكرا لحضرتك